أهلا بحضراتكم. مصر جميلة، مصر جميلة الحقيقة فعلا بأبنائها، مصر جميلة بكل الاستحقاقات اللي بتحصل فيها، اللي بيقودها قيادتنا على مختلف الأصعدة. ويمكن الحقيقة لما هنتكلم عن الاستحقاق الانتخابي اللي هيجرى في مصر في أيام 10 و11 و12، يعني خلاص إن شاء الله بعد بكرة مباشرة هتبدأ احتفالات الانتخابات المصرية أو انتخابات الرئاسة المصرية. وزي ما حضرتكم عارفين كان مظهر من أروع المظاهر اللي قامت به الجالية المصرية في كل أنحاء العالم. الجاليات في كل أنحاء العالم لما كانت الانتخابات موجودة في صناديق الاقتراع، في السفارات والقنصليات المصرية في كل أنحاء العالم، قدموا صورة رائعة من أروع ما يمكن، أشاد بها الجميع. العدو قبل الحبيب الحقيقة. ويمكن خرجت من وزارة الهجرة، وزارة الهجرة تحديدا، ومن القيادات المصرية شكر لكل المصريين العاملين في الخارج والموجودين خارج الأراضي المصرية على مشاركتهم العظيمة الحقيقة في الانتخابات. الحقيقة منتظرين نفس الوضع ومنتظرين نفس القوة في المشاركة. الحقيقة ده عمل وطني في المقام الأول، وزي ما حضراتكم عارفين ده يمكن هو الاستحقاق أو الانتخابات التعددية رقم 5 في تاريخ مصر الحديث، اللي إن شاء الله هتكون بعد بكرة في الأراضي المصرية في الانتخابات، اللي هنعرف كل واحد فينا لجنته فين، وهنكون بإذن الله كلنا موجودين علشان نساهم في مسيرة وبناء هذا الوطن ونستمر في ما بنيناه في السنوات الأخيرة. أول خبر عندنا النهاردة الحقيقة عن الانتخابات الرئاسية أيضا، ويمكن عقد وزير الداخلية السيد اللواء محمود توفيق اجتماع لمتابعة خطة تأمين الانتخابات. والحقيقة تأمين الانتخابات بالنسبة لوزارة الداخلية ليس فقط أثناء إجراء الانتخابات، ولكن قبلها من تأمين واختيار المقرات اللي بيتم الانتخاب فيها وتأمينها من الداخل قبل توافد الجمهور عليها، وأثناء الانتخابات نفسها، وبعد ذلك أيضا في نقل الصناديق وتأمين عملية الانتخاب الكاملة. الحقيقة ده دور وزارة الداخلية اللي بتقوم بيه دايما بصورة من أروع ما يمكن. تعالوا معنا في تقرير سريع نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في الإدلاء بأصواتهم، وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات، ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي، مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مدربة وإمكانات لوجستية متطورة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور داخل وخارج المدن، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة. ووجه الوزير بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. وشدد على أهمية تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وكذا متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وكلف القيادات الأمنية بضرورة تواصل غرف العمليات الفرعية مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة التعامل مع المستجدات، مع التواجد الفعال لهذه القيادات وسط القوات لضمان استيعابهم للمهام المكلة إليهم. وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بحسم، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات تعكس قدرة الدولة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على مواجهة التحديات. مظهر قوي الحقيقة، وصورة قوية جدا لواحدة من أهم وأكبر الأجهزة الأمنية الموجودة في مصر. وزي ما حضراتكم شفتوا التقرير، يمكن الموضوع مش فقط بيتوقف على تأمين اللجان، ولكن ما قبل ذلك والكمائن على مستوى الجمهورية والتحركات المختلفة والمنشآت الهامة، ويواكب أيضا عيد الميلاد المجيد وأعياد الإخوة الأقباط. يمكن الحقيقة يمكن ما يبقاش عيد الإخوة الأقباط بس، لأن ده عيدنا كلنا، احنا كلنا بنحتفل بهذا العيد وحضراتكم عارفين الكلام ده. تاني خبر عندنا النهاردة الحقيقة
ضياء رشوان يعلن عن استعدادات هيئه الاستعلامات للانتخابات. اكد ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات ان مصر تمر بمرحله هامه وفارقه في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تعد هذه الانتخابات هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث. وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أتت بعد عام ونصف من حوار وطني جاد وغير مسبوق شامل كل مكونات المجتمع المصري السياسي والنقابي والأهلي. ودي الحقيقة اللي حصل، ونوه أن الانتخابات بالداخل هتكون من 10-12 الشهر الجاري، وهو ما استعدت له الهيئة الوطنية للانتخابات بكل الإجراءات والمستلزمات اللوجستية التي تيسر للمواطنين الإدلاء بأصواتهم سواء بمقار الاقتراع أو عبر موقعها الإلكتروني الذي يتيح لهم الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية وكل البيانات اللازمة لسهولة التصويت. زي ما قلت لحضراتكم، مش الداخلية فقط ولكن كل أجهزة الدولة وكل مصر الحقيقة بتستعد لهذا الاحتفالية أو هذا الحفل الكبير، حفل انتخابات الرئاسة المصرية 2024 واللي هنشارك فيه كلنا بإذن الله. وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 15 مسجد جديد في 8 محافظات. أعلنت الأوقاف عن افتتاح 15 مسجد جديد سواء كان جديدا أو إحلالا وتجديدا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2023 حتى تاريخه 383 مسجد، منها 296 مسجد جديد أو إحلال وتجديدا و87 مسجد صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 وحتى 8/12/2023 11405 مسجد بتكلفة تقدر بحوالي 15,504,000,000 جنيه. الخبر الثاني الحقيقة هو جامعة القاهرة تحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة. حذرت جامعة القاهرة مجددا من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة وتدعي أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب، مشددة على أن الإدارة القانونية بالجامعة ستلاحق هذه الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وطها لاستغلال اسم الجامعة مما يسبب ضرر بالغ للطلاب. وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة أن الالتحاق بجامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها يكون من خلال موقع ومكتب التنسيق فقط، مشيرا إلى أن هناك كيانات وهمية ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالجامعة تستغل اسم الجامعة للنصب على الطلاب، مما وهو ما يتم تحذير الطلاب منه مرارا وتكرارا حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات. محافظ قنا يشهد تسليم 100 مركب صيد لصغار الصيادين. شهد السيد اللواء أشرف الدودي محافظ قنا تسليم عدد 100 مركب صيد لصغار الصيادين بالمحافظة مقدمة من إحدى كبار أو إحدى كبريات المؤسسات الخيرية العضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وأوضح المحافظ أنه تم تسليم 100 مركب صيد مجهزة للصيادين من مختلف مراكز ومدن المحافظة من الذين لا يمتلكون مراكب ولديهم سابق خبرة في مجال العمل بحرفة الصيد ويعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي. وإلى الأثار، حيث نظمت وزارة السياحة والأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للأثار زيارات سياحية للوفود المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيدكس 2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة، والتي من بينها مناطق كل من الأهرامات الجيزة وأثار سقارة وقلعة صلاح الدين الأيوبي. والحقيقة يمكن ضيوف إيدكس لمعرض الصناعات الدفاعية اللي كان موجود في مصر واللي انتهى او اختتم امبارح، الحقيقه كان الحقيقه من اروع المعارض اللي تم في دوراته، وكان الاقبال عليه عالي جدا سواء كان من العارضين من كل دول العالم من صناعه في صناعه السلاح او الزوار من كل التخصصات اللي كانوا بيطلعوا على كل ما هو جديد في دنيا الدفاعات او الصناعات الدفاعيه في العالم.
دي كانت أهم الأخبار اللي عندنا النهاردة الحقيقة، ويمكن عندنا فقرتين بقى بعد الفاصل مباشرة. أول فقرة نتكلم عن ذكرى العظيم الراحل الأديب والكاتب يحيى حقي، وهيكون معنا دكتور وليد الخشاب المدرس المساعد بكلية الأداب والناقد السينمائي، أيضا هنتكلم عن الراحل العظيم يحيى حقي، وهنشوف ما لا نعرفه عن الكاتب والروائي العظيم في الفقرة القادمة مباشرة. بعديها ليها فقرة تانية عن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وهيكون معنا الأستاذ محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لثقافة الطفل، لنرى ماذا هناك وماذا تعني جائزة الدولة للمبدع الصغير ومن يرعاها. بعد الفاصل هنلتقي بحضراتكم، أرجوكم يبقوا معنا. أهم استثمار للدولة الحقيقة هو الاستثمار في صناعة المستقبل، ولما نتكلم عن صناعة المستقبل يبقى أكيد بنتكلم عن الطفل، والطفل الحقيقة طبعا هو قائد المستقبل، هو المواطن المستقبل، هو صانع المستقبل بكل المقاييس وبكل المعايير. عشان كده اهتمت الدولة بده، ويمكن أول من اهتم بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة لما أصدر قرار بهذه الجائزة، جائزة الدولة للمبدع الصغير واللي بترعاها السيدة انتصار السيسي. ما هي جائزة الدولة للمبدع الصغير؟ وإيه هي مفرداتها؟ وكيف يتم اختيار المبدع الصغير؟ هنعرف كل التفاصيل عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لثقافة الطفل. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم، وطبعا مشكري التلفزيون المصري والقناة الثانية إن هي بتنبه أطفالنا قبل انتهاء مواعيد قفل الجائزة في 31 ديسمبر، هي بدأت من 1 أكتوبر. طبعا حضرتك كلمت في الأول على فكرة الاستثمار في البشر، ومعروف عالميا إن في أول 5 سنوات إن أي استثمار في الطفل بواحد دولار تساوي 16 دولار، المكسب بتاعها جنيه واحد هيساوي 16 جنيه في المستقبل، لأنك دي المرحلة اللي بتبدأ تبني فيها كل التفاصيل وكل الوصلات العصبية وكل المهارات اللي انت بتبدأ تحطها في طفلك، وبعد كده تبدأ بقى تكتشف مواهبه وإبداعاته اللي هي بقى الجائزة. يعني احنا بنبدأ من سن 5 اللي هي السن اللي احنا بنعتبره بالنسبة للطفل اللي هي هيستقبل فيه بقى حوالي 95% من الوصلات العصبية اللي هي ممكن تبقى موجودة فيه لغاية 12، دي المرحلة الأولى، ومن 12 لغاية 18. حضرتك أشرت فعلا إلى صدور قرار جمهوري 204، قرار السيد رئيس الجمهورية في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15/10 في سنة 20 بإنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، بعد ما تم مناقشتها في مجلس النواب وبعد المشروع اللي تقدمت به وزارة الثقافة. بعد للدرجة دي يا فندم؟ نعم. عمل جائزة للمبدع الصغير محتاجة كل هذه الموافقات والقرارات؟ الموضوع كان ممكن يطلع بصورة بسيطة من وزارة الثقافة مثلا؟ لا، هو في فرق. الله ينور حضرتك، بس انا عاوز افهم برضو موضوع الفرق بين الجائزة والمسابقة. تمام، هو حضرتك بتسأل سؤال مهم جدا عشان تعرف الناس مدى أهمية الجائزة. هناك فرق ما بين مسابقة بتعملها مدرسة او إدارة او محافظة او وزارة، احنا لغاية هنا احنا في منطقة المسابقة، انما وبنطلق عليها جائزة كده يعني استثنائي، انما جائزة الدولة دي حاجة تانية. جائزة الدولة معناها ان هو ده قرار يصدر من السيد رئيس الجمهورية وبقانون من مجلس الشعب، لذلك انا بقول لك القرار 204 ده بعد موافقة مجلس النواب على ده. هذه هي الجائزة. تمام. ما حدش يقدر يجي في سنة يقول لا مش هنعمل الجائزة السنة دي زي اي مسابقة. لا، ده خلاص ده قرار جمهوري. يعني ده امر زي بالظبط جائزة الدولة. احنا عندنا 4 جوائز سابقين على هذه الجائزة للكبار، جائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية ودي الأقدم، جائزة الدولة التفوق ودي أحدث شوية، جائزة الدولة التشجيعية وهي الأقدم مع التقديرية. لو الناس تفتكر بين الـ5 سنوات كان عندنا جائزتين بس، جائزة الدولة التشجيعية وجائزة الدولة التقديرية. مصر أنشأت جائزتين تاني آخرتين، يعني زي هي جائزة الدولة النيل وجائزة الدولة للتفوق، علشان يبقى 4 جوائز. السنة اللي هي سنة 20 أصدر رئيس القرار زي ما بقول لك بالجائزة الخمسة لمجموع جوائز الدولة. إذا إحنا قدام جائزة الدولة، ما إحناش قدام مسابقة. ما حدش يقدر في أي سنة مهما، يعني هذا أمر لا يلغى إلا بقرار جمهوري، وطبعا كل الجوائز اللي صدرت بقرارات جمهورية إلى الآن موجودة من الـ5 سنين. كيف يتم ترشيح المشاركين في هذه الجائزة؟ سواء كانت بالإدارة
أو من الأطفال؟ تمام، هو في لجنة عليا برئاسة معالي وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي ومجموعة من أعضاء اللجنة العليا، أنا بشرف أن أنا واحد من أعضاء اللجنة العليا للجائزة كرئيس للمركز القومي لثقافة الطفل. المصريين الموجودين في الخارج لأبين أو لأبوين مصريين يعني ماشي بيقدموا ده، لأن بيتم التقديم دلوقتي عن طريق موقع. لازم أبوين مصريين ما ينفعش الاب المصري والزوجة لا لا ينفع طبعا، هو المفترض يبقى نوضح دي برضه يعني الاب يعني احد الابوين مصري يحمل الجنسيه المصريه، المهم يكون الطفل مصري ياخد الجنسيه المصريه. المهم يكون الطفل مصري يعني. تمام. في ده برضك سؤال مهم جدا وتوضيحي علشان ابنائنا في الخارج يعني. تمام. بيقدموا عن طريق الموقع اللي موجود موقع الدولة، موقع جائزة الدولة للمبدع الصغير. طيب. على الانترنت بيخش هيجي له الموقع، بيختار بقى هو في ثلاث فروع، فرع الأداب وفرع الفنون وفرع التطبيقات والابتكارات. فرع الأداب عنده في القصة وفي الشعر وفي المسرح للفئتين العمريتين، بمعنى انك هيلاقي مواصفات القصة فيه من 5 إلى 12 غير مواصفات التانية، هتبقى من 5 إلى 12 اقل شوية يعني، عدد الكلمات هتلاقيها اقل والمطلوب هتلاقيه طبعا اقل شوية طبقا للسن اللي موجود. برضك عندنا في الشعر نفس الحكاية، سواء شعر عامي او فصيح، اللهجة اللي الطفل يعني لو عايز يكتب بالعربية الفصحى تمام، لو عايز يكتب بالعامية مفيش مشكلة. المسرح برضك بتختلف الشروط في المرحلة الأولى، بيبقى مشهد في المرحلة الثانية بتبقى طفل مصري ومقيم في أحد الدول الأوروبية أو في الخارج، هو مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، ولكن طبيعة البيئة والدولة اللي عايش فيها بيتكلم فيها لغة أخرى غير المصرية بشكل أحسن، وممكن يكتب أشعار بلغة أجنبية غير العربية، هل ده ممكن؟ لا، هو لابد لازم اللغة العربية. أيوة، لابد يتعلم اللغة العربية. لأن احنا بنقول للوالد رسالة، هي الجائزة لها رسالة برضك. انك انت يعني ضروري ان طفلك وانت موجود هناك انك تعلمه اللغة العربية برضك، عشان يبقى على الاقل مع لغتين، لغة بلده واللغة الثانية، على اتصال بأرض الوطن وبأهله. وفي الحقيقة يعني مش هبعد عن الجائزة ان برضك الدكتورة نيفين الكيلاني اوصت بين من خلال طلب من مجلس الشيوخ ان هم عايزين جائزة لأبناء المصريين في الخارج. فالمركز القومي لثقافة الطفل عملنا دي بقى مسابقة مش جائزة لأبنائنا الموجودين في الخارج، هيبقى برضك في القصة وفي الشعر وفي فكرة من الأفكار وفي الرسم وفكرة من الأفكار اللي هو شايفها برضه برا خارج مصر ويقدر ينفذها في جمهورية مصر العربية، وده هيبقى برضك بالتعاون مع الخارجية وبالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج. نرجع للمبدع الصغير بقى، الطفل بيختار برضك عندنا الفرع الثاني بعد الأداب اللي هو الفنون، فيه في الرسم وفيه في الغنى وفي اللي هو العزف. كل سنة بقى اللجنة العليا بتختار الآلة الموسيقية اللي هو هيتم العزف بها. طب هو سؤال يا فندم، طب ما نستغلش دي القرار الجمهوري اللي طلع، احنا عارفين طبعا مش هيبقى مسابقة لأنه ما صدرش بيه قرار جمهوري، يعني اللي هو الأبناء العاملين في الخارج المصريين في البحر. نعم. بقت مسابقة علشان ما ينفعش تبقى جايزة دولة تقديرية، علشان خاطر ما طلعش بيها قرار جمهوري. طب ليه ما اتعملتش هذه المسابقة أو هذه بقى الجائزة تحت ستار وجناح جائزة الدولة للمبدع الصغير؟ ما هي موجود، هي ليه خليناها مسابقة وليست جائزة؟ لا، هي الطفل هنا اللي برا له فرصتين. لأن الطفل في مصر له 100 فرصة. فهنا له جائزة الدولة للمبدع الصغير وليه المسابقة دي لهم، احنا عايزين مصر تربطهم بوطنهم الأم. فبرضك عشان يبقوا عارفين ان في جائزة كبيرة اللي هي جائزة الدولة وفي جائزة خاصة بيهم يعني كمان يعني 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 زيادة. اعتقد زيادة لهم، اعتقد ان ده حقهم يعني اللي ربطهم بالوطن اكتر يعني. واخد بال حضرتك؟ طب لو طفل جوه لا ما يشتركش، هو عنده 50 مسابقة زيها، ما يكفي داخل مصر ديت لاخواتك اللي يعني. هو تحت رعاية السيدة الفاضلة. نعم. انتصار السيسي حرم السيدة بن فتحي السيسي رئيس الجمهورية. بالتأكيد، هو طبعا هذه الجائزة جاءت محظوظة بقرار السيد الرئيس ورعاية السيد حرم الرئيس يعني. فهي بترعى الجائزة و يعني كل سنة في اهتمام كبير بالجائزة. في الحقيقة ما تطلبه اللجنة العليا للجائزة في الحقيقة بيتحقق لصالح الأولاد، يعني زي ما أقول لك ما كانش في موقع فتعمل موقع. كانت الجوائز عبارة عن 16 بقت طلبنا إن هي تبقى 32 بقت 32، ما كانش بتروح للأطفال اللي في الخارج، لا السنة دي هتروح للأطفال اللي هي في الخارج. في كمان اتعملت سلسلة لجوائز الدولة للمبدع الصغير في الأداب
لل 12 اللي بيفوزوا في الادب وبيرسمهم 12 من اللي بيفوزوا في الرسم. يعني دول بيرسموا لدول، فيبقى عندك حوالي 24 طفل سنويا بيتم استثمار مواهبهم في سلسله اللي هي سلسله جوائز الدوله المبدع الصغير، ودي بتصدر من المركز القومي لثقافه الطفل بالتعاون مع امانه الجائزه وصديق الاستاذ احمد سيد. بالاضافه كمان إن احنا الفرع الثالث بس اتكلم عليه هو التطبيقات الإلكترونية، التطبيقات الرقمية زائد الابتكارات والاختراعات. وبرضك السنة دي الحمد لله المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش وافقوا على دعم طفلين اتنين وتبنيهم واحتضانهم علشان تطلع الاختراعات بتاعهم للنور. يعني وده الفكرة الأساسية اللي موجودة في قانون الجائزة دي، ان الطفل بعد ما تكتشف هتعمل ايه بقى، هو ده السؤال المهم اللي بترد عليه. هل بيتم رعايته ولا هو الجائزة وخلاص وشكرا على كده؟ كل الجوائز بتكتشفه خلاص، انما هذه الجائزة يعني تؤكد على رعاية الأطفال في عدة مواد داخل القانون نفسه أو داخل القرار الجمهوري نفسه. ولذلك إحنا بنعمل ده كجهات موجودة في وزارة الثقافة بناء على القرار الجمهوري اللي موجود، ومن جوانا إن إحنا لازم نعمل ده. مين الجهة اللي بتترقفه اللي بتاخده وترعاه، وإيه آليات الرعاية دي؟ حلو. هل نوعية المدارس، هل نوعية المواد اللي بيدرسها، هل في مدرسة خاصة به، هل في حاضنة خاصة بهؤلاء العباقرة؟ نعم، هو كل قطاع متخصص في وزارة الثقافة بيقوم بدوره، لأن في قرار وزاري بده بيقوم بدوره في الحتة اللي هو المفترض هيشتغل فيها. مثلا يعني المركز القومي لثقافة الطفل بياخد الولاد اللي هم الأدباء ويطلع الكتب اللي هم فازوا بيها، ويجيب الولاد اللي بيرسموا يرسموا لهم الكتب اللي هم فازوا بيها، ويتم عمل ندوات وحفلات توقيع ولقاءات وأمسيات للأطفال اللي هم الأدباء اللي فازوا، ويتم عمل معرض للأطفال اللي هم اللي فايزين. ده رقم واحد. رقم اتنين، الولاد اللي هم بقى الفنانين بيشتركوا بيه في الفرق اللي موجودة سواء في أكاديمية الفنون أو في الأوبرا أو في الهيئة العامة لأصول الثقافة أو في كورال سلام بالمركز القومي لثقافة الطفل، بالفرق الفنية اللي هي اللي موجودة مفتوحة لهم دي طبعا. بالإضافة كمان الولاد اللي هم بقى في المنطقة العلمية، السنة دي احنا تواصلنا مع المركز القومي للبحوث والدكتور حسين درويش وفريق العمل اللي موجود هناك، ودينا لهم كل الأطفال بأبحاثهم وباللي هي تطبيقاتهم وبابتكاراتهم، واختاروا طفلين اتنين من الصعيد والطفلين من بني سويف هيتم رعاية الاختراعين اللي هم قدموهم وفزبوهم. إذن انت بتكمل. وفي حاجة كمان الدكتور هنفين كيلاني بعتت لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بأن الولاد اللي هم بيفوزوا سنويا في المبدع الصغير اللي هم 32 لابد ان هم يكون لهم درجات لدعم التفوق الأدبي والفني والابتكاري زي الولاد اللي بيفوزوا في الأعمال الرياضية أو في المسابقات الرياضية فبياخدوا درجات. طب هي كانت المشكلة بالنسبة للأداب والفنون إنك تعمل معيار. طب ما أنا عندي أكبر معيار هو مع الوزير، يعني أنا عندي معيار جائزة الدولة للمبدع الصغير 32 طفل، هو ده المعيار، دي مش مجرد مسابقة، دي جائزة الدولة. إذن أنت عندك 32 طفل فقط، لما الأطفال دول يهتموا بالأداب والفنون والابتكار يبقى الأولاد دول يستحقوا درجات من وزارة التربية والتعليم. إحنا الخطاب طلع من وزارة الثقافة مضيات الدكتورة نيفين كيلاني، وهو دلوقتي بيدرس في وزارة التربية والتعليم. ده امتداد لفكرة الولاد دول هنعمل لهم إيه أو هم يستحقوا نعمل لهم ايه بعد كده. غير بقى الايه، ان الولاد في حاجه اسمها مسابقات عالميه، في بعضهم فاز في هذه المسابقات وبيتم ترشيحهم طبعا في حاجات كتيره سواء مصريه او عربيه. الامر مش بقاش مقتصر على الولاد اللي هم فازوا بس، لا احنا بنهتم بالقائمه القصيره كمان، لان القائمه القصيره اللي هي من 1 لغاية 10 دي كلها بنراها انا شخصيا والجائزه كلها بتراها ان هي اولاد فائزين ومتفوقين. ولكن ممكن يبقى في طفل زاد عن طفل في حاجة بسيطة، إنما لو حصل اهتمام بنهتم بالعشرة قدر الإمكان. تبارك الله ما شاء الله يا فندم، ربنا يحفظكم ويبارك لكم، قيمة جميلة الحقيقة ووطنية في المقام.
الأول. تسلم. الحقيقة فندم بس سؤال الأخير دلوقتي تم غلق الاشتراك؟ لا لسه احنا لغاية يوم 31 يا فندم 31 ديسمبر. أي حد من برا مصر أو خارج مصر؟ من برا مصر أو من خارج مصر يقدم على موقع جائزة الدولة للمبدع الصغير. ولو في أي استفسار أمين الجائزة موجود أستاذ أحمد السيد ده شخص متفاهم جدا تليفونيا وعبر الإنترنت موجود الاثنين موجود. موجود. ألف 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 شكر. شكرا فندم. أستاذ محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لثقافة الطفل وأحد وعضو مجلس إدارة جائزة الدولة للمبدع الصغير. شكرا جزيلا ومتشكر على حضرتك على الإضاءة على هذه الجائزة المهمة. شرفنا ونورتنا يا فندم. ألف ألف شكرا فندم. دي كانت أول فقرة عندنا النهاردة. بعد الفاصل مباشرة الحقيقة يكون عندنا فقرة أخرى. أرجوكم ابقوا معنا.